وينضم إلينا من دمشق عبر سكايب مراسل الغد محمد طوالبة. محمد، إذن لم تلتزم أي جهة من الجهات المسلحة باتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة المؤقتة أحادية الجانب، وبالتالي كان متوقعا أن يتم خرق الهدنة، ليس كذلك؟ كان من المتوقع ان يكون هناك خريطات لهذه الهدنه التي اعلنها الجانب السوري خلال الساعات. شهدنا في هذه الخروقات فعلا، ولكن يعني من المتوقع ان يكون هناك التزام من طرف الجيش السوري بهذه الهدنه يستمر لحوالي 8 ايام، ولكن حتى الحديث عن الخروقات او استئناف عمليات للجيش السوري هو يعني الجانب السوري لا يرى استئناف عمليات، ولكن يرى فقط ردا على المناطق التي يتم استهداف نقاط للجيش السوري منها او اطلاق نار او اي عمليات عسكريه تتم انطلاقها منها. يكون الجيش السوري يقوم برد على تلك المناطق، ولكن حسب يعني التصريحات فهو سيبقى ملتزما بهذه الهدنه التي اعلنها خلال 8 ايام مستمره. هذا يعني انه لن نتوقع استمرار العمليات العسكريه للجيش السوري باتجاه ادلب، فقط عمليه رد على اي خرق، اليس كذلك؟ هذا بالفعل ما يعني ما يتم ترجيحه عن كامل التوقعات الاخرى، خصوصا ان هناك يعني احتمالات متعدده بخصوص العمليات العسكريه في المنطقه وتقدم الجيش السوري. منذ وصول الجيش السوري الى خان شيخون وسيطرته على التلال المحيطه والمناطق الحاكمه التي كان يهدف للوصول اليها لتحقيق هدف واضح، عوده المسلحين لخطوط يعني متاخره من المناطق التي تستهدف منها مناطق للجيش السوري والمناطق الموجود فيها سكان مدنيون ليس لهم علاقة بالجماعات المسلحة الموجودة في إدلب، وبالتالي تحقيق هدف الجيش السوري سيكون هناك له تبعات أخرى من العمليات السياسية، التفاهمات، طرح عمليات تسوية من الممكن أن يكون تم البدء بالمفاوضات بشأنها، ولكن يعني من المرجح أن يكون هناك استمرار للعمليات العسكرية بعد 8 أيام إن لم يكن هناك نتائج لما يهدف له الجيش السوري حاليا من هذه الهدنة أو هذا الوقف لإطلاق النار. شكرا جزيلا لك عبر سكايب، كنت معنا مراسل الغد محمد طوالبة.